السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة عالم النحل الأبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الكرام متابعي القناة، تحية لكم جميعا من الجزائر. اليوم سنقوم بفحص هذه الخلية التي أمامكم. سنرى ما هو عدد الإطارات وكذلك كم فيها من حضنة، هل هناك بيض وملكة موجودة، هل الخلية تنقصها تغذية، هل ينقصها الشمع، هل فيها الفروة، هل هناك أمراض لا قدر الله. إذا كل هذه الأمور سنطلع عليها عند فتح هذه الخلية. نشاهد ما شاء الله نحل يجلب حبوب اللقاح، يعني ما شاء الله عام خير للجميع. شوفوا ما شاء الله، يعني ما كانش نحلة يعني تجي يا إما تحمل حبوب اللقاح أو تحمل الماء. كذلك النحل يطلب كثيرا أو يستهلك كثيرا المياه لكثرة الحضنة وكذلك لارتفاع الحرارة في بعض الفترات من النهار. نبدأ بالفحص. أثناء الفحص النحل دائما يا إما يكون على اليمين أو على اليسار أو على الخلف، لكن أحسن موضع للنحال وهو الوقوف على يمين الخلية ويترك الشمس خلف ظهره حتى يرى جيدا. الخلية هذه غذيتها مرتين لحد الآن فقط منذ دخول الربيع. هذه الغذاية التي استعملها نسوغها ما شاء الله ما شاء الله. دائما الغطاء هذا يكون فيه نحل أو الملكة يوضع أمام باب الخلية. قبل ذلك ننزع اللوح هذا ونفتح باب الخلية، لأننا الآن في موسم أو فصل الربيع، يعني تمام دخلنا الربيع إن شاء الله. نضع حتى يدخل، ندخن قليلا فقط سيدخل. سأريكم الخلية. هاي الخلية، هاو النحل الذي وجدناه في ملتصق في الإطار. هاي الخلية فيها 7 إطارات، دائما هنا 2 حضنة حبوب اللقاح و عسل حبوب اللقاح الأطراف والوسط حضنة. هذه هي الخلية. إذا الخلية نشاهد أن النحل يغطي كل الإطارات، وبالتالي هي تحتاج إلى إطارات ممطوطة أو أساس. يعني من الأحسن النحال يوضع الأساس لكي تخرج حضنة جديدة في شمع جديد، والملكة تحب كثيرا إطارات شمع الأساس المبنية حديثا، وكذلك للتخلص من بعض الأمراض التي تنتقل عبر الشمع. إذن هذه الخلية، نواصل العمل. تشاهدون فيه عسل، الإطار الأول عسل حبوب اللقاح. يعني ما شاء الله اليوم النحل ناشط كثيرا، لأن البارحة كانت هناك أمطار، يعني أمطار خفيفة في الليل. يعني ما شاء الله النحل هذا العام أو الطبيعة هذا العام رائعة ما شاء الله. اللهم ارزق الجميع إن شاء الله، اللهم غيثا نافعا. وإن شاء الله يعني رأيت الأحوال الجوية أن هناك أمطار هذا المساء وكذلك في الأيام هذه القادمة. تاريخ اليوم هو 30 من الشهر 3 2022. درجة الحرارة ستجدونها في الأسفل. الأجواء سأريكم الأجواء. هاي الأجواء مغيمة، أجواء مغيمة ولكن الحرارة مرتفعة. نكمل الفحص. هذا الإطار أو العسل حبوب اللقاح، نضعه هنا.
القاح والنحل يهيئه للبيض للمريكا. النحل في هذه الفترة تجده يصبح شرس، يتغير مزاجه. هذا الإطار الثالث، هنا كذلك انظروا ملاحظة فقط، عندما يعني تكون حضنة وبيض بكثرة، النحال لما يرفع الإطارات يشتم ريحة الغذاء الملكي، يعني برائحة طيبة ورائحة قوية جدا. انظروا يعني ما شاء الله، هذه كذلك حضنة، يعني طارت كلها حضنة. حبوب اللقاح، شوفوا حبوب اللقاح ما شاء الله، والأخير كذلك عسل. إذن فيها أربع حضنة، اثنان عسل حبوب اللقاح، وواحد حبوب اللقاح يعني جاف، إطار جاف، معناه أن الخلية عندما تحتاج خلية للرحيق أو المحلول السكري تجد الإطارات حبوب اللقاح جافة، يعني أو عامة يعني عندما تفحص إذا رأيت أن هناك جفاف في الإطارات معناه أن النحل يحتاج إلى المحلول السكري أو إلى الرحيق. هاي الخلية، الخلية سأضيف لها، يعني قلت سأضيف لها إطارين، واحد ممطوط واحد أساس. أنا عندي إطار ممطوط وعندي أساس، نعطيها إطار أساس وإطار ممطوط. قلت إطار أساس سأضعه هنا، هنا هذا إطار أساس، هذا أساس. الممطوط سأضعه بين الحضنة والأخرى، الممطوط حتى ولو أضعه بين الحضنة لا يضر النحل، عكس الأساس ممكن يعزل جهة على جهة، يعزل النحل. أو إطار ممطوط، هذا إطار ممطوط سأضعه هنا في الوسط. إذن أصبح في الخلية 2 4 6 8 9 إطار، معليش نتركها على 9، بعد أيام إن شاء الله عندما تبيض الملكة هنا سأضيف إطار آخر، وهذا كله يدخل في تقوية النحل وتهيئته للتقسيم أو لوضع العاسلة. إذن كملنا، وضعنا الإطارات، النحل سليم ما شاء الله، الخلية سليمة أو خلية لا بأس بها، قلنا الخلية ما شاء الله لا بأس بها.
الرجل ثم نزعت لها التشتية لأن فيها رطوبة، يعني الخلايا التي تجد أن هناك فيها رطوبة بداخل الصندوق تنزع التشتية الآن، ما تخافش يعني هذا الوقت هذا خلاص، يعني حتى ولو يكون هناك برد ولكن النحل يستطيع المقاومة. هذه الغذاية هذا المربع أضعه هنا لكي أضع الغطاء فوقه. سأعطيها للخلية تغذية. هاي تغذية محلول سكري بالليمون، يعني الليمون جيد في هذه الفترة خاصة أمراض مثل الإسهال وكذلك أمراض القصبات الهوائية، فهو منشط وكذلك منظف للأمعاء. شوفوا ما شاء الله. الآن بقى لي شيء آخر، قلت سأضع الخلية المسطرة هذه التي أمامكم. ثبتها بهذه البراغي، هذه التي أمامكم هنا الوسط، يوضع في الوسط. إذن ها المسطرة حتى لا تدخل الحشرات الكبيرة أو حتى مثلا الفئران الصغيرة، الفراشة الكبيرة كما فراشة السمسم، الكثير من الحشرات كذلك حتى خنفس العسل، كل هذه الحشرات يعني تمنع هذه المسطرة من دخول. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. إلى اللقاء.